بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل مشاهدي قناة الصحة والجمال، وحلقة جديدة من برنامج صفوتيات نتناول فيه اليوم مباراة الأهلي والزمالك نهائي القرن، المباراة الأهم على يعني كل أحداث الكرة المصرية. الجميع يتكلمون على مباراة الأهلي والزمالك، من سيفوز، الأهلي الزمالك، المسحات، من سيغيب من لاعبي الأهلي، من سيغيب من لاعبي الزمالك. النهارده طبعا احنا بنتكلم على هذه المباراه لانها زي ما بيقولوا عليها، سموها بمسميات عديده، نهائي القرن، في اللي سماها لقاء السحاب، في اللي سماها صراع الكبار. بالتاكيد هي مباراه ما بين فريقين كبار، الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، فريقين لهم كل الاحترام. طبعا عشان نتكلم عن المباراه الكبيره ديت لازم يكون معانا ضيوف كبار زي اخونا عطيته، يعني من اكبر محررى السوشيال ميديا في يعني ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو راجل يعني معروف جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، واخونا الفاضل، وشكرا له انه لبى دعوتنا، واخونا الفاضل محمد ممدوح اللي هو صحفي في موقع الملعب، مظبوط، موقع الملعب او وشوشه، وهو طبعا يعني شكرا لك جدا ان هو برضه لبى دعوتنا. طبعا لما بنتكلم على مباراه الاهلي والزمالك النهارده بنتكلم على اهم موضوع في الساعات الاخيره، موضوع المسحات. يعني وفقا للاخبار اللي جت ان هيغيب من لاعبي الاهلي هم ثلاثه، اللي هم ديانج وصالح جمعه ووليد سليمان، في مقابل الزمالك عندنا عبد الله جمعه ومين، اوباما ومحمود حمدي الوش. فطبعا يعني كل الناس بتتكلم انه الغيابات هتبقى مؤثره. الاول خلينا ناخد راي ضيوفنا في المباراه وفي الغيابات، وبعدين نتكلم عن المباراه من الشكل التكتيكي او الشكل التحليلي للمباراه. اعطيته رايك كيف المباراه ومدى انها مباراه كبيره. طبعا كل المباراه هي اهم موضوع على موقع التواصل الاجتماعي، هي الترند، هي اللي الناس كلها بتتكلم عنها، سواء جماهير الاهلي او جماهير الزمالك. اولا هي مباراه الاهلي والزمالك في العادي بعيدا عن انها تكون فاينل افريقيا، هي مباراه حديث الجميع. هي الكوره في افريقيا والوطن العربي طول عمرها اهلي وزمالك. طبيعي وبديهي جدا ان لما يبقى المباراه اهلي وزمالك في فاينل افريقيا اول مره في تاريخ البطوله، يبقى النهائي بيقام بين فرقتين من نفس البلد، الحدث هيبقى جلل وهيبقى كبير والناس كلها هتبدا تتكلم عنه بشكل كبير، ما بالك لما يبقى عباره عن اهلي وزمالك، الموضوع برضه بياخد حدث اكبر وبياخد مجال اكبر في الحديث عنه. طبعا لو جينا نتكلم عن اللقاء، طبعا الناس كلها على اعصابها لما تيجي تتكلم مع اي حد في الشارع، حتى الناس اللي ليهم علاقه باللعيبه وقريبين منهم تلاقي اللعيبه بتقول لك. طب بما ان انت يعني راجل متخصص في مواقع التواصل الاجتماعي، ايه رد فعل الناس في اخر ساعه على موضوع الغيابات؟ مش بس اخر ساعه، ده احنا بقالنا اكتر من يومين ثلاثه كل الناس اللي بنقابلهم في اي حته في الشارع قلقانين، احنا ما بننامش، احنا عايزين يوم الجمعه يجي بسرعه. طبعا الحديث كله والقلق كله كان في انتظار المسحه الرسميه اللي بتتم عن طريق الكاف، اللي كان ميعادها النهارده الساعه 10 الصبح، واللي نتائجها ظهرت من شويه، من ساعه بالظبط. وزي ما حضرتك ذكرت اسماء اللعيبه اللي هتغيب عن اللقاء، طبعا الغيابات مؤثره في الناحيتين، ده شيء ما فيهوش نقاش اطلاقا، ولكن هي وضعيه صعبه لكل العالم، كل الناس عندها الوضعيه دي، في يوم وليله ممكن تلاقي النجم الفرقه بتاعتك مش موجود، وده شايفينه في كل حته في العالم، ابرزهم كريستيانو رونالدو كان بيحصل له، ودينا شايفين واحد من اللعيبه المؤثرين جدا جدا في تشكيله الاهلي الاساسيه اللي بيعتمد عليها بشكل كبير هو اليو ديانج، هيغيب عن النادي الاهلي، ولكن الاهلي يظل الاهلي، اي حد في ال11 هيكون موجود ليه مننا كل الدعم، واللي هيكون موجود حد دولي، ده حمدي فتحي مش لعيب قليل اطلاقا، ده اللي كان اساسا قبل ديانج ما يبقى موجود، فاللي هيبقى موجود ان شاء الله هيأدي وهيكسر الدنيا والبطوله عارفه مكانها ان شاء الله. طيب ممثل الصحافه، انت ممثل وسائل التواصل الاجتماعي، هو ممثل الصحافه، تمام، باعتبار ان انت راجل صحفي، شايف ردود الافعال المواقع والصحافه على موضوع الغيابات؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه، في مبادرة يعني كنت بالصدفة النهاردة مع الوزير أشرف صبحي اللي هو وزير الشباب والرياضة، والدكتور أشرف صبحي عامل مبادرة لا التعصب، مبادرة جدا جدا متميزة، مبادرة جدا كويسة. حاول بس تكلمنا على الجزئيتين دول، رد فعل الصحافة على موضوع الغيابات، وعلى مبادرة لا للتعصب اللي عاملها الدكتور أشرف صبحي، وهي مبادرة تحترم جدا. طبعا طبعا الصحافة قبل اعلان نتائج المسحه كان في بعض الاجتهادات كتير جدا، وفي كان كلام واشاعات كتير جدا طلعت خلال الفتره الاخيره خلال الاسبوع ده، عن طبعا ده حرب اعلاميه من الفرقتين، في بعض الناس بتتطوع ان هي تقول اشاعات في نظره ان دي بتخدم فرقتي وده في نظره. النهارده اتحسم الجدل تماما وحسم الامر، الاثنين حتى الكفتين اتعادلوا في الغيابات، حتى قوه الغيابات هنا وهنا تقدر تقول متساويه الى حد ما، غيابات الاهلي وغيابات الزمالك تأثيرهم متساوي، ممكن في بعض الاختلاف في بعض اللعيبه نسبيا، ولكن
تقدر تقول الكفتين حتى في غياباتهم متساويتين. الاعلام والصحافه خلال الفتره دي انا شايف العام في نوع من التهدئه، نوع من كله بيلعب على وتر ان الفرقتين لازم يحترموا بعض. بالظبط. في بعض بقى الاستثناءات وبعض الشواذ، بعض الاراء الشاذه بتطلع، طبيعي لازم يخرج بعض الحاجات اللي ممكن تعمل بعض الاحتقان، ولكن طالما بس لازم يعني لازم نتكلم عن مبادره انها مبادره محترمه من الدوله. هتكلم في كده. مبادره يعني لازم نشكر عليها. طالما عنوان الرياضه نفسه اتكلم. لان هو المفروض الرياضه انها تنبذ التعصب. بالظبط. في نماذج في الرياضه كلنا عارفينها يعني. بالزبط. هي اساس التعصب والانسان العادي في الشارع عارفها، لكن احنا بنقول المفروض ان احنا ناس طالعين بنتكلم في التلفزيون ان احنا ننبذ التعصب، نبعد عن التعصب، مباراه تكون جميله، مباراه ما بين فريقين اهلي وزمالك. وان شاء الله يعني الاعلام كان دور كبير. انا يعني بحيي بصراحه بعض الاعلام المحايد خلال اليومين اللي فاتوا، كان في بعض التوازن في ان هو بيجيب لعيبه من هنا ولاعيبه من هنا، كلام عاقل، كلام محترم. وزير الشباب الرياضه اللي هو العنوان العريض للرياضه في مصر نفسه ما هو بيرعى الحمله، حمله لا للتعصب، ده في حد ذاته شيء كويس، واعتقد ده ساهم في بجزء كبير جدا في تهدئه الاجواء وفي تهدئه الشحن. واعتقد كمان بعد ظهور النتائج خلاص الناس هتبتدي تروح لايه البدائل التكتيكيه، ده هيلعب بايه، طب ده غياباته مؤثره، هيبقى الصراع كده دلوقتي الفتره الكام يوم الجايين سوشيال ميديا، لا انا غياباتي اكتر، انا غياباتي مؤثره، انت غياباتك مؤثره اكتر، هيبتدي الناس تتنقل من معاناه مين اللي هيغيب ومين مش هيغيب الى معاناه اخرى هي طيب محمد مين هيكون بديل. احنا قدامنا دلوقتي تقريبا اللوحه اللي هي بتتكلم على تشكيله الفريقين. يعني اغلب الناس احنا طبعا عملنا مش يعني اعتقد كده ان هي واضحه قدام الناس، اللون الاحمر هو النادي الاهلي، وسامحونا للزملكاويه عملنا اللون الازرق لان ما لقيناش بيحبوا يلعبوا بيه ساعات هو اللون الاحتياطي بيلبسوا بالازرق. طبعا كل الناس بتتكلم على تشكيله الاهلي، وانتوا يا ريت تشاركوني لو انا في عندي معلومه غلط. طبعا كل الناس عارفه ان حارس الاهلي الاكيد هو محمد الشناوي، خط الدفاع هيبقى من اليمين محمد هاني، في قلبين دفاع اللي هم هيبقى غالبا ايمن اشرف القلب الدفاع الايسر، وقلب الدفاع الايمن هو ياسر ابراهيم، والظهير الايسر هو علي معلول. بالتاكيد هيبقى عن قدامه اثنين في حاله غياب ديانج، خلاص اتاكد غياب ديانج يعني الا لو حصلت معجزه طبعا. ديانج هيلعب مكانه حمدي فتحي بالتاكيد، وهيلعب السليه، والثلاثه اللي هم قدام معروفين للجميع اللي هم حسين الشحات ومحمد حمدي محمد مجدي وفي اليسار اجاييه ومروان محسن. طبعا احنا لما بنقول تشكيله الاهلي بنقول ان دي التشكيله اللي غالبا بيلعب بيها، اعتقد يعني برضو انت صحيح لي اعتقد ان هي دي التشكيله غالبا اللي هيلعب بيها. وانت اكيد عارف برضو محمد تقريبا التشكيله اللي بيلعب بيها. يعني الاهلي عنده الغياب الاكبر هو غياب ديانج، واعتقد انه هيغطيه بحمدي فتحي. وليد سليمان انا واشك، انا شايف ان غيابه هيبقى مؤثر جدا. انت شايف ان وليد سليمان على المستوى النفسي اقوى او اصعب؟ صعب جدا غيابه على المستوى النفسي والمعنوي، بالاضافه ان وليد سليمان ورقه على الدكه مهمه وتكتيكيه جدا، مهمه جدا جدا لموسيماني، والله هيفتقده بقوه. حي وليد سليمان. وليد سليمان واحد من لعيبه الكوره القليلين في مصر اللي عنده كاريزما وشخصيه بتاعه اللعيب اللي ما بيخافش، ما بيقلقش، صاحب قرار، عنده شخصيه البطل وريتم البطل. وحقيقي وليد سليمان واحد من الناس اللي حتى لما كنا بنحضر في المدرجات ما بيخافش من صوت الجمهور، ودي بتاعه لعيب كوره كبير. لانه خلي بالك هو لحق الجيل اللي يعني بيقولوا عليه الجيل الذهبي بتاع الاهلي. على فكره حتى في الجيل الذهبي بتاع الاهلي كان في لعيبه بتخاف من صوت الجمهور. اكيد طبعا. وليد سليمان مش بس وليد يعني تحس ان هو خد منهم الروح بتاعه الفريق الاهلي اللي كانت في الوقت ده. وليد سليمان لعيب عظيم. طيب احنا هنتكلم على تشكيله الزمالك بسرعه برضو. طبعا احنا زي ما قلنا ان تشكيله الزمالك عنده ثلاث غيابات جدا مؤثره، عبد الله جمعه واوباما ومحمود حمدي، فغالبا والله اعلم يعني انه هيلعب بالحارس الاساسي محمد ابو جبل، هيلعب الظهير الايسر غالبا اسلام جابر، غالبا الاثنين اللي في الوسط اللي هم محمد انا هرفعها عشان الناس تشوف تاني، قلنا الحارس هو محمد ابو جبل، الظهير الايسر اسلام جابر، محمد عبد الغني ومحمود علاء هيبقى في قلب الدفاع، الظهير الايمن غالبا حازم امام، قدامهم اثنين غالبا هيبقى فرجاني ساسي وطارق حامد، الاثنين موجودين. ممكن بقى يلعب في الناس اللي قدام ان هو مثلا ممكن يلعب هنا اوناجمو في اليمين وزيزو واوناجمو وزيزو واشرف بن شرقي، وقدام طبعا مصطفى محمد. اعتقد دي هتبقى التشكيله المثاليه للزمالك، واتخيل ان التشكيله ديت هي اللي هتكون افضل للزمالك في ظل الغيابات. طبعا
لازم يعني في وجهة نظر أنا وطبعا وفي ضيوفي طبعا لازم يتكلمهم، لأن شايف أن غيابات الزمالك أصعب أو أقوى من غيابات الأهلي. إيه رأيك أعطيته في الموضوع ده؟ هل أنت شايف أن فعلا غيابات الزمالك أقوى ولا يعني تحلل الموضوع بإيه؟ بالنسبة لي مش فرق قوي قصة غيابات الزمالك أقوى أو لا، لأن المباراة دي بيبقى فيها عوامل كتيرة أكبر مؤثرة بشكل كبير، ومنها طبعا عامل التوفيق، منها زي ما احنا بنتكلم من شوية ان احنا مش شرط ان اللاعب عشان أساسي يبقى تأثيره أكتر من اللاعب بينزل من على الدكة بيكون مؤثر. شفنا في كاس الامم الافريقيه جده كان مؤثر اكتر بكتير من الفرود الاساسي اللي موجود في الفرقه. فانا بالنسبه لي واحد زي وليد سليمان غيابه مؤثر جدا، ما يقلش ابدا عن غياب الونش في الزمالك. شايف ان ديانج غيابه في النادي الاهلي ما يقلش اطلاقا عن غياب اي حد في الزمالك. وبالاضافه بصراحه يعني انا مش عايز النبره بتاعت ان الماتش بقى اسهل للاهلي تنتشر في وسط جمهور الاهلي، لان ده مش حقيقي. يعني إطلاقاً. هو وجهه نظرك طبعا تحترم، بس انا بقول ان غيابات الزمالك في اللعيبه الاساسيين، غيابات الاهلي واحد في اللعيبه الاساسي مقابل ثلاثه في الزمالك في اللعيبه الاساسيين، واكيد الاثنين المدربين اعتقد يعني ان هم صعب ان هم يخاطروا في مباراه زي دي ويلعب بلاعب ما بيكونش اساسي، يعني اتخيل كده. يعني لو اتحسبت بالطريقه دي ممكن فعلا يتقال ان الزمالك عدد اللاعبين الاساسيين المصابين فيه اكتر من اللاعبين المصابين الاساسيين في النادي الاهلي، ولكن التاثير بالنسبه للغياب هنا وهنا اعتقد ان التاثير موازي، لان اليو ديانج وليد سليمان تاثيرهم كبير وقوي جدا بنفس التاثير اللي موجود في لعيبه الزمالك اللي غايب. طيب ممثل الصحافه رفع الصحافة. احنا قبل ما نحسب ما نقول مين هيتأثر اكتر، نقول تأثير دور كل واحد التكتيكي من الغايبين كان دوره ايه. تمام. انت قبل ما تتكلم عن الاهلي، وليد سليمان انا اتكلمت عن دوره دلوقتي، دوره خارج الملعب وقبل المباراة هو بديل السوبر. غير انه بديل المباريات دي اصلا. استاذ نايف انا اقول لك يعني اهمية وليد سليمان انه كان في وقت من الاوقات هداف الاهلي في الدوري وهو ما بيلعبش اساسي، فده يدلك على قد ايه ان هو ورقه رابحه بيقدر ينزله. لا انا في جانب تاني هتكلم عليه اللي هو الجوانب، المباريات النهائيه فيها جوانب تكتيكيه بس بتعظم فيها جدا الجوانب النفسيه بالظبط والدوافع دي. مين الخبرات اللي بره اللي هتشيل الفرق؟ مين اللي قاعد دلوقتي في المعسكر يتكلم مع لعيبه؟ للاسف هو اكيد هيتعزل فاكيد مش هيقدر يتكلم. ما انا بتكلم وليد سليمان عنده دي، عنده انه هيتكلم على الدكه وجوده. انت قصدك ان الاثر النفسي هيبقى اكبر من الاثر. انا اؤكد لك ان سليمان استراتيجيته التكتيكيه للمباراه اتغيرت في تفصيله منها، اتغيرت 100% اتغيرت. انا مش بتكلم على البدايات والمباراه هتبدا طيب ازاي طيب، لكن استراتيجيا يعني انت شايف على مدار المباراه في غيابات الفريقين متوازنه اتغيرت. لا لا انا بتكلم على بالنسبه لوليد سليمان مثلا. طيب. ديانج قاعده مهمه جدا، انا معاك قاعده مهمه في تكتيك موسيماني. حمدي فتحي مع احترامي ليه لعيب قوي جدا، ولكن في اسلوب موسيماني ديانج اعلى من حمدي فتحي في اسلوب موسيماني. ديانج عنده اللي هي زي ما بيقولوا ايه الجرينتا بتاع الافارقه. لا اللي مش هي دي مش ده اللي قصدي عليه. انا بتكلم على تكتيكيا، انت الهجمه عند موسيماني بيصبر عليها جدا. بالظبط بيعتمد على قواعد معينه بتطلع عليها الهجمه عشان توصل للتلت. لو كلنا فاكرين الهدف بتاع حسين الشحات، ديانج يمكن عمل فيه دور بس للاسف طبعا كل الكريدت او كل خدوا حسين بتفصيله توضح اللي احنا بنقول فيه. لكن هو لو احنا فاكرين الكوره ازاي جرى من طلعت منين طلعت منين مسارات ازاي دي جدا موضوع ديانج تفصيله مهمه جدا في مسار. خلي بالك يعني هو دلوقتي حتى في الكوره الانجليزيه يقول لك اهم لاعب اللاعب البوكس تو بوكس، اللاعب اللي يقدر ينقل لك من منطقه جزائك لمنطقه جزائك المنطقه الثانيه. بيبقى عايز قوه، بيبقى عايز مهاره، بيبقى عايز يعني لاعب فايتر، لاعب هو قوي. هو حمدي فتحي جودته على المستوى الفني ما بتقلش تماما عن الجوده الفنيه لديانج، لكن هو بيتكلم في نقطه فنيه فعلا في حساب الطلوع بالكوره الوقفه. يعني مثلا لو جينا نتكلم على الالتحامات حمدي فتحي قوي، لو جينا نتكلم على انه بيروح بيلعب في الكوره الثابته براسه حمدي فتحي قوي، لكن بنتكلم في مثلا ان الطلوع بالكوره السبرنت ال 10 15 متر دول بيعملهم ديانج بشكل كويس. هو بيتكلم في النقطه دي، عشان كده انا بقول لك غياب لعيبه النادي الاهلي المؤثرين عنده مؤثرين جدا. طبعا يا جماعه احنا عاملين ارقام تليفونات يمكن ظهرت على الشاشه من فتره، اللي عايز يتواصل معانا من جمهور الاهلي او جمهور الزمالك يعني مرحبا بيه، يتكلم عن المباراه. طبعا باذن الله نتمنى انها تكون مباراه جيده، ونتمنى انها تليق باقوى فريقين على مستوى القاره السمراء، والافضل يفوز، ويعني باذن الله تكون مباراه جيده. صراحه كان في عندي انا اسف من قصه الكلام ده، في حاجه ليها علاقه بما ان احنا بنتكلم على 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 حاجه ليها علاقه بالاتحاد الافريقي. شخص كان لازم نذكر اسمه دلوقتي ولو باي شكل من الاشكال، وهو المرحوم عمرو فهمي. حد لازم يكون ده وقت الكلام عنه بشكل يليق بيه. الراجل ده ربنا جاب له حقه وهو في يعني هو ميت، ما ينفعش يعني. ودي شيء صعب جدا، لانه الراجل ده مات في سبيل كلمه الحق. دي حاجه لازم تتقال. للاسف ناس اقويه جدا في الوسط الرياضي
ومذيعين اقوياء جدا في الوسط الرياضي حاربوه، منهم مذيع لسه امبارح بيغير كلامه معروف يعني هو مين يعني غير كلامه كلنا عارفين مين، لكن انا خلينا نتكلم على الحاجه الحلوه اللي تخصنا. الراجل ده اللي ما خصناش، الراجل ده اتحارب مع انه كان بيرفع كلمه الحق. ما اتحارب عشان ايه يعني؟ عمرو فهمي يعني لو تسمحوا لي اتكلم يعني. عمرو فهمي انا في رايي انا يعني كنت والله العظيم قبل يتوفى انا ما سمعته منظم جدا، ما بينافقش، كلامه واضح، شبعان استاذنا الراجل ده لسه في جامعات جدا ولمس لحاجات انا اللي انا مستغرب له بصراحه يعني لحد دلوقتي ازاي الاعلام ده، في ناس عندنا اعلام بتقعد تتصيد الحاجات اللي بتتكلم الحاجات الساخنه اللي هي بتتكلم فيها. هو لفت نظر لحاجه الناس لحد دلوقتي ما بتتكلمش عنها، انا قريت لي حوار ان هو بطوله الامم الافريقيه اللي كانت في مصر البس الشركه اللي كانت واخده معاها هاني ابو ريده كان عارف، انا اقول الاسم هاني ابو ريده كان عارف كل التفاصيل دي وعارف ان مصر راحت عليها ملايين. بعد ما عمرو فهمي فتح الموضوع ده تمت اقالته او استقال وهاني ابو ريده عارف، ليه ما يتمش محاسبه هاني ابو ريده؟ لا جدال، ليه ما يتمش التحقيق في الموضوع ده؟ مصر نفسها الراجل ده ربنا جاب له حقه وهو متوفي، وده سؤال ليه ما يتحققش في كلام الراجل ده؟ الراجل ده كان بيقول كلامه خلاص ولا الكلام ده حقيقي انحقق؟ هو مصر فعلا راح عليها ملايين في الموضوع البث ولا لا؟ يعني بيتم التحقيق في الموضوع ده، والدليل على كده ان احمد اتوقف. لا يعني موضوع البث لا، ما اكيد من ضمن الملفات، اكيد من ضمن الملفات المسكوت عنها لاسباب اخرى. الناس عشان مش عايزين نخش حاجات ده يستحسن ما نخشش. بس هو الفكره بالنسبه لي ان احنا كنا لازم ندي للشخص ده حقه لانه لا، وانا معاك مليون المية، هو راجل رفع يعني رفع رايه الحق ومات وتعب من ربنا اداله حقه وهو ميت، وربنا اداله حقه وهو ميت، ومفيش احسن من الحدث ده في الوقت ده في بطوله النهائي بتاعها تحت تنظيم الكاف انه الشخص ده ينور دلوقتي، واي حد بيسمعنا او بيشوفنا يترحم عليه وان شاء الله. طبعا انتوا معلش احنا يعني وقت الحلقه كان ضيق، بس حلو ان احنا شفناكم وعرفنا وتعرفتوا بالجمهور وانا اتعرفت بيكم، وده طبعا شيء يشرفني سواء انت او محمد ممدوح، وانتوا الاثنين يعني ناس افاضل ومحترمين. احنا بس في النهايه يعني فاضل لنا دقيقه، عايز كل واحد كده في 30 ثانيه يقول لي رؤيته ايه للمباراه وايه اللي يتمناه او ايه اللي يتوقعه براحته يعني. طبعا كل واحد له الحريه ان هو يقول اللي هو عايزه، سواء بيتمنى فوز الاهلي، سواء بيتمنى فوز الزمالك، سواء بيتوقع كده، سواء بيتوقع كده، براحتك يعني. اللي عايز اقوله لجمهور النادي الاهلي من هنا لغايه لغايه ميعاد الماتش ان شاء الله، خلي عندكم ثقه في النادي الاهلي، خلي عندكم ثقه في جمهور النادي، في لعيبه النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي تقيل، اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي شرف ليه وفخر ليه، وان شاء الله يحاربوا على ده. ورسالتي للاعيبه النادي الاهلي، الناس ما بتنامش من كتر ما بتفكر في الجيم، توقعات والتمنيات واحده، ان شاء الله الاهلي كسبان والبطوله في الجزيره ان شاء الله. هو بس توضيح يا جماعه، احنا كنا المفروض هيجي معانا يعني شخص يمثل السوشيال ميديا الزملكاويه، بس النهارده لظروف المطر وال يعني البلد جدا صعبه النهارده في الوصول او كده، يعني في حاله من التكدس المروري، يعني زميلنا اللي هو كان مسؤول عن السوشيال ميديا الزملكاويه للاسف لم يستطيع الحضور. كلمتك يا محمد في اخر الحلقه، شايف انت كراجل يعني بتعمل في الصحافه وشايف المواقع والبسط، لا براحتك انت قول اللي انت عايزه براحتك. انت جميل وهو جميل. لا قول اللي براحتك يعني، انا هقول كلمتي انا في الاخر، لكن انت من حقك تقول كلمتك. لا الحقيقه اقول لك حاجه، كوره هنتكلم كوره، انا بتكلم كوره كوره. الاهلي جماعيا اقوى، محدش يقول لي ايه الزمالك فايق. طب ما تيجي نشوف، انا والله بتكلم كوره، اللي عايز يتكلم يعني واجهني، قصدي اللي هيعترض على كلامي يعترض كوره، مش اهلاوي ولا زملكاوي، تعال نشوفها كوره، نلعبها كوره. الزمالك ما لعبش في الدور قبل النهائي غير ربع ساعه، قشطه قصدي تمام تمام. فانت دلوقتي احنا هنتكلم كوره، مين اللي اكثر ثباتا، مين اللي عنده تكتيك واضح؟ الاهلي. الزمالك بيعتمد على تكتيك معين كلنا عارفينه، كلنا عارفين. طب محمد معلش عشان لازم نختم بس. تمام. احنا طبعا بنقول في نهايه الحلقه يعني ان شاء الله تكون مباراه قويه، وان شاء الله مباراه لا للتعصب اللي عاملها وزاره الشباب والرياضه بقياده الدكتور الدؤوب اشرف صبحي، ان شاء الله تؤتي بثمرها. يا رب الفوز الافضل، يا رب الافضل للكره المصريه، يا رب تكون الكره المصريه يعني الى مزيد من التقدم، والافضل يفوز. الافضل مين بقى؟ ده اللي هيبان يوم الجمعه. السلام عليكم.